الحمد لله. خلينا انا وياك نقص هيك. قال انت اسمك زياد؟ ايه. زياد انت شاطر بالمدرسة؟ كثير. قديش كثير؟ يعني علاماتك شلون بالمدرسة؟ ان شاء الله احسن. منيحة؟ ايه. طيب انت بالصف شو ترتيبك؟ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، شو ترتيبك؟ بصراحة بدون بصراحة؟ ايه حاسس حالي حاطلع مرتبة ثانية لأني عندي 9.5 وحدة. حلو كثير. طيب بدي أسألك سؤال زياد حبيبي، أنت بتحب مدرستك؟ ايه. شو الشغلات اللي بتخليك تحب هاي المدرسة اللي أنت موجود فيها؟ عساتي يعلموني شي ما بعرفه. حلو، هي رقم واحد. رقم اثنين؟ رقم اثنين فيها شغلات كثير حلوة. بتحبي المدرسة؟ ايه. بتحبي المدرسة ولا بتحبي مدرستك هي بشكل خاص؟ مشاعرها وحسيسها، يعني هيني الطفولة، صدق وعفوية وبراء وأحاسيس ومشاعر يمكن ما تكون موجودة عند كثير من الناس الكبار. هذا الحكي اللي مخلينا نحن ببلدنا الرائع سوريا اللي بنفتخر فيها كلياتنا، اللي مخلينا رغم كل شيء قساوي وكل شيء بشاعة عم تصير، مخلي هدول الاولاد الحلوين طلعوا عليهم، طلعوا على البلد.